في هذا المكان البسيط وجد أطفال غزة متسعا للتعبير عما يجول في خاطرهم من كابتن وحرمان. إنها الإذاعة الأولى المتخصصة للأطفال في القطاع، نجحت في إفراغ طاقاتهم المتراكمة من واقع يهدده العدوان الإسرائيلي المتواصل. هذه الإذاعة إذاعة علاجية لهؤلاء الأطفال، هم يفرغون ما يجول في خواطرهم ويعبرون عن أنفسهم من خلال هذه الإذاعة، من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات التي يقوموا فيها. رسم مستقبل أفضل بعيدا عن الحروب وظلم الاحتلال هي رسالة مؤسسة الصحفي الصغير التي ترعى موهبة جميل الهباش، فتاة غزية عانت من قسوة الواقع أجبرت على إعاقتها حين أصيبت وعائلتها قبل 4 أعوام أثناء الحرب، وعلى الرغم من ذلك تطمح في الانتصار على إعاقتها. الإصابة مش عائق لمستقبلنا، أنا إجري اللي مبتروا مش هن اللي رح يصنعوا للمستقبل، بالعكس في إرادة وثقة بالله كبيرة عنده بفتخر فيها، هي اللي رح تخليني أصنع المستقبل، بالإضافة إلى أهلي والناس اللي حواليا أكثر ناس يعني واقفين معايا وعلى طول مشجعين في أي شيء أنا بأعمله وبيعطوني إرشاد. هم يرفضون أن يكونوا محط اهتمام لوسائل الإعلام ويأملون أن يحصل باقي أطفال القطاع على فرص مشابهة يدافعون بها عن حقوقهم ويوصلون رسالتهم، ولهذا اختاروا الصحافة وسيلة لهم. في هذا المكان يعاد إحياء الأحلام المسلوبة، أطفال وجدوا فرصا ضئيلة في أن يصبحوا فاعلين في مجتمع قطعت أوصاله بين مطرقة الاحتلال وسندان الواقع. رامي عيسى، العرب اليوم، غزة.